السعودية هذا الصيف وكل صيف. لمحبي الأصالة، لمحبي العراقة، لمحبي الأجواء الرائعة على مدار العام، هذه الوجهة السياحية جاذبة جدا، تمتلك مقومات جغرافية وتضاريس متنوعة بين آثار وبحر وسهل وجبل. إنها تبوك. تقع تبوك شمال غرب المملكة العربية السعودية، يحدها من الجنوب منطقة المدينة المنورة، ومن الغرب خليج العقبة والبحر الأحمر. تعتبر أكبر مدن الشمال. خلونا نعرفكم على أبرز 5 مواقع ممكن تزورها في تبوك. في المرتبة 5، رأس الشيخ حميد. من المناطق المميزة لهواة السباحة والغوص، تتميز مياه المنطقة بالصفاء التام. يزورها الناس للاستمتاع بالشعب المرجانية وهواة الغوص وصيادي الأسماك، ومن أشهر معالمها حطام الطائرة البرمائية، وهو أصبح موقع لجذب السياح الزائرين لمنطقة تبوك. في المرتبة 4، طيب اسم. هي واحة تبعد عن مدينة تبوك 253 كيلومتر، تقع على ضفاف خليج العقبة. تعد موقع مميز لهواة الرحلات، تضاريسها نادرة وتجري وسطها عيون الماء وتكثر فيها أشجار النخيل. تستهوي الواحة عشاق السياحة الطبيعية، وتعد موقع لممارسة تسلق الجبال وقضاء أمتع الأوقات. في المرتبة 3، مغاير شعيب. لهواة الأثار والتاريخ العريق لازم تتوجهوا لمغاير شعيب. هي مدينة أثرية تضم بيوت منحوتة في الصخر والجبال، تبعد عن مدينة تبوك حوالي 170 كيلومتر. هي شبيهة بأثار مدائن صالح، وتعتبر وجهة سياحية وأثرية في تبوك. تضم أثار وسدود وزخارف ما غيرتها عوامل التعرية لأكثر من 2000 عام. في المرتبة 2، وادي الديسة. يقع على تقاطع 3 وديان جنوب تبوك، وهو إحدى أجمل المواقع في المنطقة. يحيط بها جبال نحتتها عوامل الزمن وكأنها قصور شامخة. يخترقها وادي عميق تنبع منه المياه الشديدة العذوبة وكأنها مختلطة بالعسل. هذا الوادي هو مقصد لعشاق رياضة الهايكينج وقيادة الأوفرود أو الاي تي في للاستمتاع أكثر بالأجواء الفريدة والطابع التاريخي. في المرتبة الأولى، محافظة حقل. تعتبر متحف طبيعي موجود في الهواء، وهذا يخليها مقصد لكل عشاق الطبيعة المتكاملة. يختلط فيها اليابس مع البحر، ويزداد فيها الجمال بسبب وجود الشعب المرجانية والسفينة الغارقة والملقبة بتايتانيك. هي مأوى لأنواع كثيرة من الأسماك والمخلوقات البحرية، مما جعلها من الأوائل في قائمة المسار السياحي للمصورين والغواصين العالميين. شهدت تبوك في السنوات الأخيرة نهضة حضارية وعمرانية واسعة، كما زاد فيها عدد الفنادق والشقق الفندقية، وارتفعت أعداد القادمين إليها جواً عبر مطارها الجديد اللي يستوعب 1,500,000 راكب سنوياً، وهذا اللي يأهلها عشان تكون تبوك بوابة الشمال وتبوك الورد.